أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز وأهم ما قالته الصحف العربية والمواقع الإخبارية الصادرة لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. صنعاء في حكم الميليشيا، مأساة في كل حي وقادة يلهثون وراء الثراء. هل تنعم العاصمة المؤقتة بصيف معتدل؟ موقع عدن الغد يتساءل. دولة أوروبية تضع صورة طفل سوري على عملتها المعدنية. في أكثر الأخبار قراءة، كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لاغتيال زعيمها. أهلا بكم. يلخص موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني الحياة في صنعاء بعنوان عريض: صنعاء في حكم الميليشيا، مأساة في كل حي وقادة يلهثون وراء الثراء. وقال الموقع: تشيد الميليشيا الانقلابية وقادات تشيد الميليشيا الانقلابية وقاداتها إمبراطورية كبيرة من الأموال والعقارات على حساب قوت اليمنيين، سواء أكانوا مواطنين يعيشون على ما يكسبونه بأيديهم وأعمالهم الخاصة أم موظفين استحوذت الميليشيا على مستحقاتهم ورواتبهم. ومقابل هذا الإثراء يقول الموقع إن عشرات الأسر أجبرت على تقليص وجباتها الغذائية إلى وجبة واحدة في اليوم. يتابع الموقع أن الجوع أصبح واقعا مؤلما يطارد اليمنيين ويتوسع في مناطق مختلفة من البلاد. حياة جديدة تشهدها مارب، فوفقا لمدير الضرائب فؤاد الحاج، فإن عددا كبيرا من المكلفين قدموا إقراراتهم الضريبية خلال فترة السماح القانونية والتي انتهت في 30 إبريل الماضي، مضيفا كما جاء في موقع المشاهد نت: ما زال المكتب يستقبل إقرارات المتخلفين والذين ستطبق عليهم الغرامات القانونية للتأخير. وكيل المحافظة عبد الله الباكري أكد على أهمية تنمية الإيرادات المحلية وتحصيل الضرائب المستحقة للدولة دون تهاون وفقا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة. التحديات التي تواجه الصحافة اليوم تتطلب منا أن نعلن انحيازنا بشكل كامل لذلك الجزء من الصحافة الذي يتحدى القمع والإرهاب ويقدم في سبيل تمسكه بروح ومبادئ الصحافة الحرة كل غال ونفيس. هكذا تبدأ الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان مقالها المنشور في موقع الموقع بوست، متحدثة عن النتيجة التي يؤدي إليها غياب صحافة حرة. وتقول كرمان: إن العالم مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى باتخاذ مواقف معلنة تدعم حرية الصحافة، كون ذلك يمثل دعما للحكم الرشيد ولحق المجتمعات والشعوب في المعرفة. وفي هذا الإطار يجب أن يتكاتف الجميع من حكومات ومنظمات دولية واتحادات صحفية لمنع حدوث انتهاكات تطال الحريات، وخصوصا الحريات الصحفية، وخصوصا في الدول التي تشهد حكومات غير ديمقراطية أو في مناطق النزاعات المسلحة. إن انتهاج سياسات قمعية تجاه الصحافة وملاحقة الصحفيين وإصدار اتهامات جزافية ضدهم وتعذيبهم على نحو ما يحدث في اليمن يستدعي موقفا واضحا من منظمة الأمم المتحدة وحكومات العالم واتحادات الصحافة في العالم، يجرم كل تلك الانتهاكات ويضع من يقوم بها تحت طائلة الحساب. لقد صارت اليمن، وهذا حال كثير من الدول التي شهدت انقلابات مشابهة، خالية من الصحافة، وهذا يعد تدهورا كبيرا على مستوى حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، وهو ما يجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة. لقد قام الانقلاب العسكري بقيادة الرئيس المخلوع صالح وميليشيا الحوثي باستباحة كل ما يمت للصحافة والإعلام بصلة، وبشكل يؤكد أننا أمام حالة توحش ضد أي مظهر من مظاهر الحرية. في اليمن هناك أكثر من 18 صحفيا يتعرضون للتعذيب الجسدي ولشتى أنواع الانتهاكات، بما في ذلك منع الزيارة عنهم. إن اليمن تحولت في عصر الميليشيا الانقلابية إلى سجن كبير، ولذا يجب أن يكون للعالم موقف واضح لرفع هذا الظلم والإرهاب. إن انعدام صحافة حرة يشجع المستبدين على استمرار سياساتهم القمعية
وإهدار حقوق الإنسان دون أدنى مسؤولية. ولذا أدعو إلى حماية حقوق الصحفيين في العالم وضمان ممارسة عملهم بكل حرية ومهنية. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع ما يجري لليمنيين في معتقلات الميليشيا، وعنون الموقع: وفاة مدير إدارة التعليم بمحافظة صعدة تحت التعذيب في معتقلات الحوثيين وقوات صالح. وفي التفاصيل: توفي مختطف لدى مسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح جراء التعذيب الذي تعرض له في أحد المعتقلات بصنعاء. ذكر مصدر من أسرة مدير إدارة التعليم في مكتب التربية بمحافظة صعدة مجلي فرحان للمصدر أونلاين أن مسلحي جماعة الحوثي اختطفوه من منزله في مديرية سحار قبل نحو عامين، كما اختطفوا 25 شخصا من أبناء منطقته ونقلوهم إلى معتقلاتهم بصنعاء. وأضاف أن الميليشيا منعت الزيارة عن المختطف، ولم تعلم أسرته عنه شيئا سوى اتصال تلقاه أخوته مساء الخميس من أحد مشرفي الحوثي يطالبهم بالقدوم إلى صنعاء لتسلم جثمانه. يتابع الموقع: رصدت منظمات حقوقية محلية ودولية وفاة أكثر من 60 مختطفا منذ سبتمبر 2014 جراء التعذيب الذي يتعرضون له في معتقلات الحوثيين وصالح. يتساءل موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية عن صيف عدن ويقول: دخول 60 ميجا وات للخدمة، هل تنعم عدن بصيف بارد؟ ويصف الموقع حال مدينة عدن: الآن تشهد العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا وإقليميا انطفاءات طويلة ومتكررة في الأيام الأخيرة، حيث تصل مدة الانطفاء إلى 4 ساعات فيما تشتغل لمدة ساعتين. وتأتي معاناة مواطني عدن في الكهرباء ضمن سيناريو المعاناة الخدماتية الأخرى التي تؤرق عدن المحررة وتجعلها في صراع مع الأزمات والصراعات التي أجهزت عليها وجعلتها قرية نائية. تكتب فكرية شحرة عن إحدى زوجات المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع، وتسرد معاناته وكيف أو معاناتها وكيف تقضي أيامها في انتظار ما لا يأتي. وقالت الكاتبة: 4 أشهر أبحث عنك، فماذا تبقى منك يا رفيق الدرب سوى بقايا محطمة تحاول الابتسام في وجهي عبر السياج والقضبان والإحباط والألم. همس بوجع: أنا بخير، كيف أنت والأولاد؟ أجبته بفيض الدموع: لعلها تكفيني مشقة الحروف، وتصف خوفي وألمي مما يلاقيه في سجون الاعتقال. كل شيء فيه يقص حكاية تعذيب لا يحتمل هنا. جسده الذي تعرى من تمزيق الضرب لا تستره إلا الجراح، يرتدي دماءه فقط كسوة تيبست عطشا للراحة من عذاب. نحل الجسد وبهتت العيون انتظارا للإفراج، وظمئة الروح للحرية فدوت عطشا من وعود الشرعية والجلاد. همس بثقة سيفرجها الله، ثقتي به ليس لها حدود، لذا اخترته بعد أن خيروني أهلي بينه وبينه. تركت أهلي بعد رفض الطلاق منه وعدت لصنعاء. بحثت عن عمل أعول به نفسي وطفلي في حياة لا يلتفت فيها أحد لهموم الآخرين لثقل همومه. حاولت أن أبقى قريبة من زوجي حتى أستطيع متابعة أمر الإفراج عنه. في كل زياراتي المتباعدة أحمل له بعض الأكل والمستلزمات التي يحتاجها، رغم أن إدخالها بصعوبة إخراجه هو من المعتقل. طالت فترة اعتقاله وفقدت عملي بعد أشهر من التحاقي به، وبدأت أبيع كل ما أملك من أثاث البيت. لم أعد في زياراتي اللاحقة أحمل له سوى الثياب. أصبحت أعاني وضعا ماديا صعبا يزداد كل يوم بؤسا وترديا بلا سند أو معونة من قريب أو بعيد. طرقت كل الأبواب التي قد تمنحني أملا بخروجه أو مساعدتي على البقاء قوية، كل الأبواب تغلق إما عجزا أو ازدحاما بمن هم مثلي يبحثون عن مساندة. لم يعد هناك سوى بابك يا الله لن يغلق في وجه دعاء المقهورين. كشفت وثيقة مسربة من وزارة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيا السعر الحقيقي لاسطوانة الغاز المنزلي التي تباع حاليا للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. وأظهرت
مذكرة صادرة عن الوزارة حصل الموقع بوست على نسخة منها أن ميليشيات الحوثي رفعت سعر الغاز المنزلي خلال الأيام القليلة الماضية من 3000 إلى 5000 ريال للأسطوانة الواحدة، أي بمعدل 70% من سعرها السابق. وبحسب المذكرة الصادرة عن وزارة النفط، فإن المواطنين يشتكون من ارتفاع سعر الغاز المنزلي إلى مستوى خيالي من قبل مالكي محطات الغاز، حيث وصلت إلى 5000 ريال. موقع يمن مونيتور عنوان في صفحته الرئيسية: في اليمن الحب أقوى من الحرب. يسرد الموقع تفاصيل إحدى قصص الزفاف التي تتم أثناء الحرب، وقال: بوصول الضيوف إلى قاعة الزفاف التي زينت بشكل لافت للنظر، كان الجو بهيجا للغاية. إنه يوم سعيد في حياة زوجين جديدين في العاصمة اليمنية صنعاء. كان يوما سعيدا لعامر المنتصر البالغ من العمر 26 عاما. إنه فصل جديد طال انتظاره في حياته. يقول الموقع متابعا: على الرغم من الحرب، من أن الحرب دمرت مسقط رأسه في محافظة إب، كان المنتصر مصرا على الزواج من حبيبته في الكلية. وقد تحدث عامر لقناة الجزيرة الإنجليزية: أشعر بأن الحب أقوى من الحرب، وأنه لا ينبغي الاستسلام لعواقب الحرب والدمار. لا يمكنني تغيير هذا الوضع، بل يمكنني أن أتكيف مع ذلك. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الخليج قالت في أحد عناوينها الخاصة بالشأن اليمني: الاتحاد الدولي للصحفيين يدرس إرسال وفد إلى اليمن. قالت الصحيفة: أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين رغبته في إرسال وفد تابع له لزيارة اليمن والاطلاع عن قرب على أوضاع الصحفيين اليمنيين في ظل الأحداث والصراع في اليمن. من جانبه، أكد أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أن الاتحاد أكبر كيان يجمع زملاء مهنة الحرف والقلم في العالم بجمعية عمومية يتجاوز عددها 600 ألف صحفي وصحفية من أنحاء العالم، ويدرك الأوضاع الصعبة في اليمن بشكل عام وما يعانيه الصحفي الذي هو أكبر عرضة للخطف والقتل. كشف محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن للشرق الأوسط عن وجود تعاون بين تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وميليشيات الحوثي المسلحة في تبادل للأسرى بين الطرفين، وذلك عن طريق بعض القبائل الوسيطة في هذه العملية، مشيرا إلى أن هذه المعلومات تؤكد أن جماعة الحوثي الانقلابية والمخلوع صالح ليس بمستغرب عنهم القيام بأي شيء. وأوضح آل جابر أن بلاده تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن وجميع أبناء اليمن على مسافة واحدة، وتلتزم في ذلك بالمواثيق والمعاهدات الدولية والروابط الأخوية العربية. في رده على سؤال حول إمداد تنظيم القاعدة بجزيرة العرب في اليمن بالسلاح من قبل الحوثيين أو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، قال السفير آل جابر: لا توجد لدي معلومات مؤكدة عن بيع السلاح بين الطرفين، لكن لا أستبعد قيامهم بأي شيء من هذا القبيل، فهم لا يحترمون القوانين الدولية. صحيفة عكاظ قالت في أحد عناوينها: الحكومة اليمنية ميليشيا الانقلاب تبيع المساعدات لتمويل العمليات العسكرية. تقول الصحيفة: أكدت الحكومة اليمنية ضرورة تحركات الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي لتحرير الساحل الغربي الذي يعاني فيه المواطنون من القمع والانتهاكات. وأشارت الحكومة إلى أن الميليشيا تبيع المساعدات الإنسانية لصالح مجهودها الحربي. الثلث العربي المعطل. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء منه: قد يبدو هذا العنوان في ظاهره مصطلحا برلمانيا لفرط ما تكرر في السجالات الانتخابية وثقافة المحاصصة الطائفية، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. والثلث المعطل الذي أقصده هو ثلث الوطن العربي الذي يعاني البطالة وفقا للإحصاءات التي نشرت مؤخرا،
فمن بين كل 3 من العرب هناك واحد عاطل. ولأن مثل هذه الإحصاءات تتزامن مع يوم العمال العالمي، فإن دلالتها تصبح مضاعفة، ذلك لأن النماذج التي يستشهد بها البعض من دارسي ظاهرة الإرهاب كابن لادن والظواهري وغيرهما لم يكن الدافع لديهما الفقر أو البطالة، لكن إسقاط هذين العاملين من قائمة الأسباب التي تؤدي إلى العنف به إنكار للواقع. وإذا صح أن ثلث العرب عاطلون عن العمل، فإن معنى ذلك أن الشلل أوشك أن يصبح نصفيا، لأن ما يترتب على ذلك يصعب حصره في نتيجة واحدة، خصوصا في الدول التي يتدنى فيها مستوى الدخل وتعاني تفاقم الأمية. وما ينشر تباعا من إحصاءات حول واقعنا العربي يجزم بأن هناك خللا في ترتيب الأولويات، والمعالجات المؤقتة تصبح نوعا من التخدير الذي يخفف الألم لكنه يتيح للداء أن يصل إلى أقصاه. وما كان يقال قبل عقود عن النصف المعطل في العالم العربي وهو المرأة تراجع إلى حد ما بتأثير تعليم المرأة ومشاركتها في العمل على اختلاف مستوياته، هذا وإن كانت إحصاءات البطالة تشمل النساء. ومن حقنا كعرب أن نتساءل عن جدوى نشر هذه الأرقام إذا بقيت سجينة الورق والاستمارات والحواسيب، وما نخشاه هو أن تكون مناهج تشخيص ومعالجة التخلف متخلفة ومأخوذة من معلبات نظرية فقدت صلاحيتها. بعد أيام من إبداء الرئيس الأمريكي استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية، اتهمت السلطات الكورية الولايات المتحدة بالتخطيط لاغتيال زعيمها كيم جونغ أون. قالت شبكة البي بي سي أن كوريا الشمالية وجهت اتهاما إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخطيط لاغتيال زعيمها كيم جونغ أون. وجاء في بيان لوزارة أمن الدولة أن أحد مواطنيها اسمه كيم حصل على مبلغ مالي لشن هجوم باستخدام مادة بيوكيميائية. وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وزعم البيان أن أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية رشت المتهم حين كان يعمل في روسيا، والذي تلقى معدات بالإضافة إلى 3 دفعات مالية على الأقل قيمتها الإجمالية 220 ألف دولار. قال موقع هاف بوست في صفحته الرئيسية أن الحكومة الفنلندية طبعت على عملتها الوطنية بمناسبة الذكرى السنوية 100 لاستقلالها صورة الجندي التركي لحظة احتضانه الطفل السوري ألان الكردي الذي مات غرقا قبالة سواحل بحر إيجا العام قبل الماضي. وبحسب الخبر الذي أوردته صحيفة الان تي في، تحول الحكومة الفنلندية بمناسبة الذكرى السنوية 100 لاستقلالها من خلال هذا التطبيق لفت الانتباه إلى العدالة العالمية واحترام حقوق الإنسان. يتابع الهاف بوست: تجدر الإشارة إلى أن الطفل السوري آلان الكردي كان قد مات غرقا في منطقة بودروم التركية، وذلك في تاريخ 2 أيلول سبتمبر 2015 خلال رحلة الهجرة مع أهله إلى أوروبا، حيث غرق خلالها أيضا أخوه وأمه. يتابع الموقع: لاقت صورة جثة آلان وهي ملقاة على الساحل صدى عالميا كبير. بين أخبار صحيفة القدس العربي الأكثر قراءة: تعيين 3000 موظف بفيسبوك للمراقبة فقط. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك مارك زوكربيرغ أن الشركة تعتزم خلال العام المقبل إضافة 3000 موظف لمراقبة التقارير الخاصة بالمواد غير المناسبة التي تنشر على الشبكة الاجتماعية وإزالة الفيديوهات التي تحتوي على جرائم القتل والانتحار. وأضاف مؤسس الفيسبوك في منشور عبر حسابه الرسمي على الشبكة: على مدى الأسابيع القليلة الماضية رأينا أناسا يضرون بأنفسهم والآخرين على الفيسبوك، سواء من خلال البث المباشر أو في فيديو نشر لاحقا، وهذا مثير للقلق، لذا فكرنا بطريقة تمكننا من تقديم الأفضل لمجتمعنا. تتابع الصحيفة: في الأسبوع الماضي أقدم والد في تايلاند على قتل ابنته مباشرة على الفيسبوك لايف، وبعد يوم كامل تجاوز عدد المشاهدات 370 ألف قبل أن يتم حذف الفيديو.
مجموعة منتقات من أبرز الصور الإخبارية التي التقطتها عدسات الصحافة من أنحاء متفرقة حول العالم خلال الأسبوع من 22 إلى 28 إبريل نيسان الجاري، وردت في موقع شبكة البي بي سي. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.